قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح محطة عدلي منصور المركزية والقطار الكهربائي. وتعتبر محطة عدلي منصور أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتبلغ عدد محطات القطار 12 محطة ويصل للعاصمة الإدارية الجديدة. كل سنة وانتم طيبين جميعا. سعيد اليوم ده يوم كان فارق في تاريخ مصر. 3/7 يوم فارق في تاريخ مصر والمنطقة والعالم. يمكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن الدنيا تتغير وفي شكل تاني للدولة دي اللي كانت يعني صدقوني كانت رايحة في مبادئها في سكة لن تعود من النموذج قدامي. النموذج اللي انا بتكلم عليه اللي احنا كنا رايحين له موجود قدامك دلوقتي، موجود قدامك. وتاجر الدول دي في حاله ضياع وخراب ومش مش مفيش مستقبل. مفيش مستقبل الدول دي، مفيش مستقبل. لقد ايه؟ ما اعرفش، 10 سنين 20 سنه 30 سنه. لكن شكل اللي احنا شايفينه ده في الدول دي انها عودتها أمر أسهل جداً للتبديل. بقول عودتها مش استقرار وتنمية. وأرجو إن إحنا نتصور شكل الدولة دي من 9 سنين وشكل الدولة اللي إحنا رايحين له، والصورة اللي أنا بتمنى منكم جميعاً إن هي تكتمل. اللي أنتوا بتشوفوه النهاردة ده جزء من خطة كبيرة جداً للدولة المصرية في مجال إيه؟ في مجال النقل أو البنية التحتية للنقل والمواصلات. لما نحطها جنب بعضها كده احنا بنتكلم في اكتر من تريليون وشويه، تريليون 400، ها مش كده؟ يعني 1700 مليار جنيه بتصرفوا على القطاع ده. احنا قبل كده اتكلمنا على الكهرباء وقلنا دخلنا في رقم قريب من الرقم ده عشان نبقى ما عندناش مشكله في كل اللي احنا بنعمله. انك انت تقول النهارده هعمل خط كهرباء او مترو او قطار سريع، قطار سريع 2000 كيلو، فعشان تعملوا كهربته منين؟ يعني فاللي انا عايز اقول ان في صوره مكتمله، في خطه كامله للدوله المصريه في عملها. مش عايز النقطه دي تقف قدامنا كتير، لكن عايز اقول لكم ان النهارده يوم جميل، واليوم ده احنا بنفتتح فيه زي ما انتم شفتوا كده خطه متكامله بيتم فيها، بنتكلم فيها على مترو، بنتكلم فيها على قطار عادي اللي هو زي قطار السويس وتطويره، بنتكلم على قطار كهربائي، بنتكلم على اتوبيسات او اتوبيس ترددي. والكلام ده هيعمل ايه في دوله كانت بتنمو وما زالت بتنمو كل سنه 2 مليون ونص؟ لو ما كانش فيه الشغل ده بيتعمل، الدوله مش القاهره، كان زمانها توقفت تماما وتشلت تماما. يا جماعه حطوا الخطه المتكامله للدوله المصريه، شكل الدوله دي هتبقى عامله ازاي؟ ما تحط قطاع الزراعه جنب قطاع الصناعه، جنب قطاع النقل والمواصلات، جنب المواني، جنب المطارات، جنب الطرق والشبكة الطرق القومية اللي بتتعمل جنب الخطة القومية للكهرباء، جنب التعليم والجامعات اللي هيتم افتتاحها في مصر. نخبة من أفضل الإعلاميين وقادرين على إن هم يتعاملوا مع الموضوع دوت وينتبهوا وهم بيتكلموا على إن الدولة دي رايحة في مكان تاني. إحنا بنعمل للمستقبل. بنعمل لمين؟ للمستقبل. إحنا بنعمل لحاجة تانية. إحنا بنعمل تنمية تاخد الدولة دي في مجال تاني. تصور كامل لدولة قالت على نفسها ان هي تجابه التشكيك، مش كده؟ والحقد ومحاولة الخراب بالعمل والعمل والعمل، وراهننا على الوقت. وانا عايز اقول لكم على حاجة، احنا بقالنا 3 سنين طبقا للواقع اللي احنا فيه المفروض ما نشتغلش كده. 2 سنين كورونا
والسنه بتاعت الازمه دي مش كده بدات في فبراير والنهارده احنا داخلين على 7 و8 يعني على يعني سنه كامله 3 سنين كاملين الدنيا كلها بتتعمل كده واحنا هنا في مصر مستقلين بنعمل نعمل بجد وحريصين على ان احنا ما امكن والدنيا كلها بتواجه حاله كبيره جدا من التضخم وحاله كبيره جدا من التردد الاقتصادي ان احنا نبقى مستقرين وواقفين على رجلينا. هذا وقد دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس والاعلاميين خلال افتتاح محطه عدلي منصور. حضرتك تقول لنا التحديات في اليوم ده اللي حضرتك عانيت منها، الدوله كانت رايحه فين تحديدا لو قرار 3/7 ما اتخذش يوم 3/7 بالليل، ووجهه نظر حضرتك بالنسبه للمجتمع الدولي شاف الامر ده ازاي في ذلك الوقت اللي حضرتك وقفت وتحديت الدنيا كلها عشان الشعب المصري؟ يعني احنا 3/7 تم تناوله كتير سواء من كتب اتعملت او بافلام اتعملت او حتى من خلال انتوا معاشتكم، انتوا كلكم كنتوا موجودين في الفتره دي وشفتوها. فانا مش عارف كتير لان انا حرصت ان انا في اخر عمل اتعمل في الدرامي في الاختيار ان هو يلقي الضوء على بعض النقاط اللي ما كانتش متشافه. هي القضيه اللي انا عايز اقولها لكم كلكم اللي كانت موجوده في الفتره دي هي خدوها مني، هي عدم الفهم. عدم ايه؟ فهم. حتى الناس القائمين على الموضوع هم مش فاهمين. انت مش فاهم يعني ايه دوله، ودي قضيه خطيره جدا جدا. فلو هو ما كانش عارف يعني ايه دوله او هم مش عارفين يعني ايه دوله، كان كل الفهم اللي عندهم ازاي اقدر احرك الشارع، ازاي اعمل لك ازمه، اعمل لك زي الوضع اللي انتم بتشوفوه، تشكيك وحقد ومحدش بيحاول يبني ويعمر ابدا. رغم ان المفروض المنهج بتاعنا كمنهج، يعني انا بتكلم على يعني الانسان جاي لعماره الارض، فالمفروض ان هو يبقى همه ايه؟ يبني ويعمر، مش كده؟ لا هم، فالفكره كلها اللي انا عايز اقولها بالنسبه لهم والله العظيم انا بحلف بالله والله ما يعرفوا يعني ايه دوله. فالقضيه اللي انا في تقديري اللي كانت غايبه عن الموجودين ان هم كانوا شاطرين في حاجه واحده، ممكن ينظموا شويه انتخابات يعني يقدروا ياثروا على الناس عشان ياخدوا اصواتهم، وده اللي اتدربوا عليه 60 70 سنه، ازاي ياثروا في الناس يعني يعملوا جماعات للتشكيك وللاساءه. وانا قلت لكم ان خلال السنين اللي فاتت بالكامل في حاله تشكلت لدى المواطن المصري هي حاله من الشك او التشكك، بقت مستقره مش مصدق. تيجي تقول له عملنا لك ده مش مصدق، دايما عنده منطقه رماديه هو متهيألي مش شايفها، هم خلقوها. وبالتالي انا عايز اقول لك لما تولوا المسؤوليه، طب عايز اقول لك على حاجه، هو حد يبقى عايز يمسك البلد دي يخلي البلد دي تقعد تتظاهر سنه ونص لغايه لما يجيبها على الارض؟ انت هتمسك ركام؟ اقول لك تاني عشان تبقى عايز تفهم يعني هم مش فاهمين يعني ايه دوله. انا النهارده عامل حسابي في تخطيطي مش انا عبد الفتاح، انا هم يعني، ان انا همسك الدوله المصريه خلاص، وقعت وبقت في قياده محتمله ليه، وهم قادرين على ان هم ياثروا في الناس وعندهم ارضيه تساعدهم على ذلك. ثم لو كان هو عندهم الكلام ده يا جماعه انا قلته ليهم وقلته للتيار التيار الاسلامي كله، قلت لهم انتوا عندكم مراكز دراسات في انشاتوها عشان تقدروا تبقوا عارفين يعني ايه دوله، وتقدروا تعرفوا عن ايه تحدياتها عشان تقدروا تحلوها. عندكم ده؟ ما عندكمش. يبقى انتم مش هتبقوا عارفين تحديات الدوله اللي انتم فيها. فرص النجاح مش جايه بانك تعرف تقود دوله ولا لا. لا، فرص النجاح ان مقاومات الدوله تبقى موجوده. هم قعدوا سنه ونص خلوا مقاومات الدوله اللي هي اساسا كانت ظروفها صعبه خلصوا عليها. يعني قعدنا اكتر من 70 80 اسبوع يا يوم الجمعه يا يوم الجمعه والاربعاء والثلاث في مظاهره. هي هيتفادت في الدوله حاجه، طب انت هتيجي تمسك تستلم ايه؟ طب استلمت. ها لهم ما يروا. لما جت الدوله احتاجت بقى لقوا اصول جوه الدوله في البنك المركزي ولا كده، ولا لقوا حاجه خالص. فهم لما جم بتولوا السلطه لقوا ما فيش حاجه. ده 3/7 هو في حد يطلع
ينادي يخرج 35 مليون في العالم كله كده، اطفال على شيوخ على سيدات، لا لا ده حاجه الهيه رحمه بالله البلدي. ده التحدي الاولاني كله، كل التحدي اللي موجود واعتبره لغايه دلوقتي هو عدم الفهم. يعني احنا ك ك ك ك كمواطنين كمنظرين حط صوره متكامله وقول تحديات الصوره المتكامله دي تعمل فيها ايه، لان مفيش حاجه مفيش عنصر ما بيأثرش على العنصر الاخر. ما تقولش التعليم وما تفتكرش ان نتائج التعليم دي مش هتؤثر على مستوى الاداء للناتج من التعليم. ما تقولش الصحه وما تتكلمش على ان الصحه مستوى الرعاية اللي بتقدم مش هتؤثر على المجتمع. ما تقولش على عدد النمو السكاني اللي بيزيد 2.5 مليون وانت ما عندكش مقدرات لهم مش هيؤثر على مستوى الفقر. خد بالك، تقوم انت تواخد تتكلم من غير ما تقصد في حتة صغيرة. الصورة كاملة يا جماعة، الصورة كاملة هتخليكم تقولوا احنا رايحين فين باللي بنعمله. مش اللي انا بعمله، هو اللي بيعمل اللي احنا فيه ده كله مين؟ المصريين. شوفوا انا لما بذكر ده دلوقتي لكم بذكره عشان حاجه واحده، عشان اقول لكم ان الجيش في مصر ده اسطوره مصر. انا كنت قلتها لوزير الدفاع، اسطوره مصر، وهو السبب اللي ربنا جعله عمود البلد دي تقدر يعني تتسند عليه في اي وقت. فكره ايه؟ يعني هي كل من عرفك وعرف منطقتك في الانتخابات الرئاسيه بدايه سيادتك كنت رافض. وانا اتذكر جلسه مع حضرتك قلت ان المصريين بياخدوا 10% مما يحتاجون، وان مؤسسات الدوله تاكلت، وان منظومه القيم تراجعت، ومع ذلك قبل هذه النسبه. النهارده احنا في مستوى اخر، في دوله، في مؤسسات، في كيان، في محاوله للعوده الى دور مصر المحوري والقيادي في المنطقه العربيه. ما يحدث في ليبيا الان هو ما حذرت منه سيادتك في اعلان القاهره في الحديث عن افشال الدوله الوطنيه. كيف ترى الخروج الأزمة الليبية الآن ونحن أمام فوضى عالية؟ اللي أنا بتمناه إن الشعب الليبي والوطنيين الموجودين ينتجوا ويحافظوا على الاستقرار، يعني الهش اللي موجود هناك ما يوصلش لمرحلة أي شكل من أشكال الاقتتال. هي الفكرة إيه؟ إن أنت عندما يكون مصيرك في إيد الآخرين، في إيد الآخرين، مين الآخرين؟ أي آخرين بقى، مش جوه البلد، بره البلد. لما يكون مصيرك في ايد الاخرين لا تلومن الا نفسك. كل واحد ليه مصالح وليه اهداف عايز يحققها، وبالتالي قد تتعارض وتتقاطع المصالح بين الاطراف المتداخله. اللي مش هيحصل كده لو الدوله زي الدوله المصريه دلوقتي، في حد بيتدخل مننا يقول لنا دلوقتي الموضوع الفلاني او الموضوع الفلاني، ولا المصريين هم اللي بيعملوه؟ المصريين هم اللي بيعملوه. كل ما عودك يشتد ويقوى في الدولة المصرية، كل ما تجد انك انت قادر على مش تقوم بدور. دلوقتي انا بتكلم في النقطة دي وبقولها لك، احنا دلوقتي بنتكلم في عمل مشترك، مش بنتكلم على ريادة وكده، بنتكلم في عمل مشترك كلنا مع بعضنا. زي الدنيا كلها ما بتعمل بتخش تتكلم وتناقش وتطرح الموضوعات والتحديات وتبدأ تتحلها. انا بتكلم على العمل الجماعي. مفيش الفكرة، فكرة الدولة الرائدة والقائدة دي فكرة الخمسينات والاربعينات وكلام هذا القبيل، احنا تجاوزناها لعمل عربي مشترك. اتفضل. سيادة الرئيس شكرا لكم على الدعوة، وكل سنة وانتم طيب، وألف مبروك على الافتتاح. وأنا كمان كنت في جولة وقمم يعني متتالية على مدى قصير جدا جدا، يعني يمكن جولات مكوكية، أكيد كان في تنسيق المواقف قبل القمة التي استطعت في الرياض مع دول التعاون مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة، وده يمكن لأول مرة. والبعض بيتساءل إيه اللي ممكن يعني الدول العربية تكون الموقف الموحد الذي تم التوافق عليه أمام الولايات المتحدة في موقفها في الفترة الماضية منذ انتخاب بايدن. النقطة الأخرى، أنا كنت سألت حضرتك على المرة السابقة على ما يعني ما تتوقعه من الأشقاء العرب، وذكرت أنك تريد الاستثمار في هذه الجولة ومن قبلها أيضا القمم كان هناك استثمارات خارجية وتم الإعلان عنها. هل ما تم الإعلان عنه يعني هل تطمح لأكثر من ذلك؟ هل هو كافي؟ وإحنا شايفين
سيد الفريق بيقول اكتر من تريليون يعني كبيرة جدا في ظل ازمة اقتصادية. وبعدين يمكن السؤال الاخير هو مالوش علاقة بأي حاجة، هو حاجة انسانية. انا عارف حضرتك انسان جدا جدا جدا، السيدة اخلاص صاحبة العوام عندها 88 سنة، الست دي مالهاش ولاد وعاشت طول عمرها في العوام، وانا عارفة ان سيادتك يعني انسان طبيعي. انا اسفه ان انا بقول حاجه يعني انا شفت ست شخصيا واكيد حضرتك سمعت عنها، انا متشكره جدا. طيب نبدا الاول بال، طبعا احنا في قضايا للمنطقه قضايا مشتركه زي القضيه الفلسطينيه وقضايا اخرى وامننا القومي كله، فده في التوافق على ان احنا يبقى لنا صوت واحد مع خصوصيه كل دوله وظروفها. يعني عشان بس ما اتكلمش كتير على الموضوع لسه جاي يعني له، لكن على الاقل احنا اتكلمنا على الموضوعات اللي هي الموضوعات اللي تمس منطقتنا ومستقبلها، واتفقنا ان احنا بلينا يعني توجه وتصور واحد واتفق عليه بينا وبعضنا وشغالين عليه دلوقتي. الاستثمار، شوف لما بنتكلم على الاستثمار هنا دلوقتي او حتى من شهر ولا حاجه، هو لما بتتحول اليات العمل لتنفيذ ده بتاخد وقت. ليه؟ بتتشكل لجان مشتركه او لجان من دول الخليج، سواء كان في المملكة العربية السعودية أو في دولة الإمارات أو في الكويت أو في أي حد أو في قطر، وعايز يجي فهو مش هيجي. يعني بنقول له إحنا بنطرح عليهم طريقتنا في الاستثمار، وبنطرح عليهم الموضوعات اللي ممكن الاستثمار فيها، وبالتالي هم بيبعتوا لجانهم تشوف اللي إحنا قلناه يتوافق معهم، بنتحرك ويبقى في استثمار، سواء كان استثمار خاص بهم هم بس او استثمار مشترك. الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه فيما يخص الموضوعات اللي يعني بعض المشاريع اللي موجوده هنا، احنا طبعا عملنا في خلال الفتره اللي فاتت حجم ضخم جدا من المشاريع، وبالتالي بنقول لو الاشقاء حد عنده استعداد يخش يشارك في ده بنسبه او يدير الموضوع كله، احنا ما عندناش مشكله، هي في النهاية حاجة واحدة. فده موضوع الاستثمار واحنا متحركين فيه. الموضوع اللي حضرتك كلمت عليه كل التقدير لأي عمل لأي موضوع إنساني، وعلى دماغي من فوق أي إنسان مصري خاصة لو كانت يعني سيدة ومسنة يعني. لكن في موضوع مهم أوي إحنا بنعمله، إحنا بنعيد تنظيم الدولة ديت. بنعيد إيه؟ تنظيم الدولة دي. أنا عايز أقول لك على حاجة، يعني ما إحنا في طرق لما بنيجي نعملها بنشيل عشرات، لا مش عشرات، بالتلات آلاف شقة أو بالأربع آلاف شقة. طب بنشيلهم ليه؟ أولا لما نيجي نعمل ده بنعوض الناس ولا لا؟ أنا لسه كنت بكلم الدكتور مصطفى معاكم في الموضوع، بنقول يا أنتوا جماعة إخواننا اللي في مثلا في الوراق، قلنا إيه؟ ياخد تعويض، تعويض مجزي، ياخد شقة، يا إما ياخد في المكان اللي هو فيه حاجة اللي أنت عايزه. فالفكرة كلها بس عشان من إيه؟ ما نشخصنش موضوع ونعتبر إن ده يعني قضية، لا، إحنا بنعمل دولة وبنحل مسائل، وبالتالي لكن النهاية تتظلم ما يطرح ظروفها، لا هتتظلم ولا ما يطرح ظروفها. ثلاث سنوات عجاف زي ما بيقولوا اتنين وباء والحرب الاوكرانيه، ازاي حصل وقدرت الدوله المصريه شغل خطه التنميه هذه المعدلات؟ لان دي تشكل حاجه محتاجه تفسير. العالم بيقف كتير جدا، المشاريع بتقف، لكن احنا ماشيين بنكمل كده. شوف انا هقول لك على حاجه، الازمه اللي موجوده فيها سواء كانت كورونا او الازمه الاخرى هي ازمه طاحنة للكل، واحنا من ضمن الكل، احنا ضمن الكل. الدولة بتحاول بقدر الامكان انها السلع الاساسية تبقى اولا متوفرة وسعرها ما يتحركش كتير. انا عايز اقول لكم على حاجة، الدولة المصرية بتبذل جهد كبير جدا جدا في التشغيل عشان كل مواطن شغال في المشروعات دي يلاقي فلوس اخر الشهر او اخر اليوم يرجع بيها بيته.
انا عندي 20 مليون بني ادم شغالين في القطاع الخاص او 30 مليون ولا كام؟ القطاع الخاص يعني انا النهارده لو جيت النهارده عملت انكماش شديد في الدوله المصريه وقلت ان انا حد سلعه تموينيه زياده شويه مثلا ده قد يكون ده تصور ممكن يتعمل ده تصور مؤقت ما يجيش دوله لا لازم يبقى نفق فكري كامل عن الدوله المصريه وظروفها ومستقبلها اتفضل كيف نحافظ على ما تم النهارده يعني احنا خايف جدا على الحاجات اللي احنا بنعملها الايجابيه تضيع احنا محتاجين روايه مصريه محتاجين سرديه مصريه جديده، محتاجين مجموعه خير مصريه جديده. بقترح على سيادتك ان احنا نكلف مثلا وليكن مجلس الشيوخ انه يبدا في صياغه سرديه مصريه لجمهوريه جديده. مجموعه قيم مصريه وفقا للقرارات اللي حصلت. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنروح بعيد ليه؟ هو احنا النهارده لما اطلقنا الحوار مش كده؟ واطلقناه عشان كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسيه بدون استثناء مع ايه؟ استثناء واحد. طب الاستثناء الواحد ليه؟ عشان بس الناس ممكن تقول ليه احنا ما قلناش كل الناس تبقى موجوده معانا؟ لان احنا يا جماعه في 3/7 اخر حاجه عملتها طرحت عليهم تصور ممكن ان نتجاوز بيه ازمتنا اللي هو نعمل انتخابات رئاسيه مبكره نطلق الشعب خرج في الشوارع. طيب نديله فرصه يقول رايه وانتوا بتقولوا ان انتوا ليكم مؤيدين وبتقولوا دي مؤامره. طب ما تخلونا نكتشف المؤامرة دي ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة مرة تانية. إن جابوكم خلاص. طب ما جابوكمش بقيتوا جزء من الايه؟ من العملية السياسية في مصر. مش كده؟ ده ما حصلش. قالوا نعمل ايه؟ لا مقاتل. بما انك قاتلت يبقى النهاردة الأرضية المشتركة اللي بتجمعنا للحوار والنقاش مش موجودة. لأنك انا بتكلم في حوار وانت بتتكلم في ايه؟ في فات دي واحد. نمره اتنين انت ما جيتش الا بعد ما الامور ايه؟ لكن لو انت كنت نجحت بطريقتك كنت انا هقول لك طب تعالى نعمل حاجه هتسمع مني؟ لا انت هتقولي لا انا انتصرت عليك بالقتال والقتل وبالتالي بقى انا هاخدها بالقوه. رغم انه كان هياخد اشلاء. ياخد ايه؟ اشلاء. وبعد 8 سنين من الكفاح المرير تفهم يعني ايه الدوله دي؟ وتحديات. واللي انا قلته ده وانا بقول لكم دلوقتي هتلاقوه في مطبطه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في يناير 2014 قبل بنناقش فكره ان انا اسيب الجيش ولا لا. طب بقول لهم اللي انا بقوله لكم ده الدوله دي عايزه تضحيات من كل اللي فيها. استاذ الرئيس عندنا قصور في تسميء مفهوم ابعاد الجمهوريه الجديد اللي احنا مرينا بيه خلال السنين اللي فاتت خاصة الفترة بتاعة 2011 كان ليها تأثير كبير جدا على كل حاجتنا. وبالتالي انت ابتديت تتعافى بس انت بترصد شايف ان 9 سنين كتير او 8 سنين كتير في عمر الدول وتجاوز الأزمات اللي انت فيها وتجاوز الصدمات اللي انت خدتها بياخد وقت اكتر من كده. عايز اقول لك لو انت تروح لاي قريه اللي بيتم فيها شغل حياه كريمه احتاجت صوره واللي لسه ما جاش مستني دوره. وعشان كده احنا علمنا قلنا يا دكتور مصطفى لن ايه؟ لن نتوقف. ليه؟ لان انا النهارده هم ان اغير حياه 60 مليون مصري لحياه افضل كتير. اذا انا كان ليا مقاربه اخرى. المقاربه الاعلاميه مهمه ولكن إذا أنا ما نجحتش بأدواتي إن أنا أوصل بيها لكل المواطنين فأنا عامل شغل على كامل الدولة المصرية. وأنا متأكد من اللي أنا بقوله اللي شايف مصر كويس كويس هو اللي حاطط الخطة كلها. وبالتالي طب المواطن يشوف إيه؟ كله في مكانه بقى. أنا بعمل حاجة برفع كفاءة مساكن مثلا في منطقة شعبية يعني الناس اللي هناك إيه؟ شفافه. وعشان كده البرنامج ضخم جدا جدا بالمناسبه لا يكافي قدرتنا خالص. ولا يا دكتور مصطفى والله العظيم والله العظيم اللي بيتامل فيك يا مصر من عند ربنا ده حلو حلو. اليوم العظيم اللي احنا بنحتفل بذكراه الذكرى التاسعه لبيان 3 يوليو كنت عايز اسال سيادتك سؤال
بعد هذا البيان اللي حضرتك ألقيته ساعتها، هل كنت تتوقع أن يتغير رد الفعل الذي تلا ذلك البيان عندما قاطعت دول عديدة مصر وجمدت عضويتنا في الاتحاد الأفريقي، وتمر الأيام وتمر السنين وتعود مصر لتتبوأ مكانتها الطبيعية، ويستقبل زعيم مصر أفضل استقبال في كل العواصم العالمية؟ هل كنت تتوقع أن يتغير الحال لهذه الدرجة؟ شوف طبعاً كانت الصورة صعبة، صعبة قوي قوي قوي، زي ما شفتوا لولا الأشقاء في السعودية وبيان الملك عبد الله بأنه كان حاسم اللي قال لي، قال إن أي عقوبات هتقع على مصر ستقوم المملكة بمساندة مصر. إذن النجاح بتاعنا مش نجاحنا احنا بس، نجاح مش نجاح الملايين اللي خرجت بس، لا ده كان نجاح كمان ان الاشقاء تفهموا وانتبهوا للمتطلبات. النجاح ده واستمراره وقفوا جنبينا، واحنا صبرنا وبذلنا جهد في زيارات على مدى السنين اللي فاتت كلها بالكامل، وانا لم اتوقف عن شرح ما يدور في مصر بكل صدق. لو انا قلت لك ان انا كنت متوقع النجاح الباهر ابقى انا مبالغ، لان انا كنت متوقع النجاح، لكن اللي حصل نجاح ايه؟ باهر جدا جدا. بصفتي سيده مصريه وام، احنا ما بنطمنش غير لما بنسمع حضرتك، دي اول حاجه. تاني حاجه بصراحه انا خايفه جدا على المشهد الجميل اللي موجود بره ده يا فندم، فانا اتمنى تغليظ العقوبات داخل كل مرافق الدوله وطرق الدوله الحديثه على اي حد يتجاوز حدود الاستخدام الامن لكل الحاجات الجميله. واقترح على سيادتك مقترح ان انا بتمنى ان يكون في ماده دراسيه في المدارس الدوليه والمدارس القوميه والمدارس الحكوميه والجامعات، نفهم الناس يمشوا ازاي في الطريق، يدخلوا ازاي محطات زليليه، يتعاملوا ازاي مع بلد نفسها تكون بلد كبيره ومتقدمه. ما نبقاش بنعمل حاجه جميله قوي كده وفجاه تروح. معلش سؤال اخير لسيادتك كده، اخر حاجه طماع يا فندم، كابتن انت سيبان يعني ليه فرصة عظيمة جدا 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 لتسويق مصر، وانا اتمنى ان التسويق ده ما يكونش على مستوى وسائل الاعلام بس، لكن على مستوى السوشيال ميديا وكالات الانباء وعلى مختلف الافعدة، واتمنى ان شاء الله النجاح. وانا متأكدة ان شاء الله الدولة المصرية هتحقق نجاح كبير جدا، لكن انا بحلم ان كابتن سيبان يكون نقلة نوعية في شكل السياحه في مصر وفي نقل صوره مصر الحضاريه دي. شكرا لحضرتك يا فندم على التحدي. طب انا هبدا بنص اللي هو بتاع المؤتمر المهم قوي ده بتاع المناخ، وبقول لك ان احنا شغالين على خطه عشان نقدم الدوله المصريه بما يليق في الوقت دوت للضيوف اللي هيجوا. ويمكن الكلام اللي احنا فيه ده جزء منه، واحنا بنتكلم على وسائل نقل صديقه للبيئه يعني الطاقه الكهربائيه، ونفس الكلام بيتعمل في شرم الشيخ، بنقول ان هي هتبقى مدينه خضراء تماما وذكيه تماما عشان ثم مشروعات اخرى. يعني ما تسمعي ان احنا مثلا يعني هنطلق مشروعات عن الهيدروجين الاخضر مثلا، مشروعات طاقه متجدده اخرى في الوقت دوت، ويعلن عن حجم الطاقه المتجدده لمصر هتخش بيها بشكل فعلي، مش تخطيط بس عاملينه، لا احنا بالفعل هيكون الكلام دوت في خطوات تنفيذيه للعمل فيه. ده شكل من اشكال الاعداد للمؤتمر مع حاجات اخرى تانيه كتير. نرجع بقى للمرافق والكلام ده، انا عايز اقول لك على حاجه، انا ممكن اجاوب كلكم حاضر، لكن انا بعتبر ان ده يتنافى مع الفهم. بناء الشخصيه مش بكتاب تقريه، بممارسه تعمليها. بناءش يعني انا النهارده لو انا جيت قلت لابني ما تكذبش وانا بكذب ينفع؟ اذا انا المهم الفكره كلها ان ما اقدرش اقول ان بالكتاب لوحده اقدر اعمل ثقافه وممارسات مناسبه لمجتمعنا. بس هو السؤال، هو احنا كده ليه في مصر؟ يعني عشان بس ما تظلميش الحاله المصريه، ان احنا موجودين على قطاع ضيق من الارض. احنا كنا موجودين على 4-5% من مساحه مصر، من اسوان لاسكندريه على موازي النيل، زحمه قوي، فالزحمه شكلت ممارسات ما تبقاش مريحه ليه. اللي احنا بنعمله كمدن جديده، او النهارده انت كنت تمشي تلاقي ناس كتير جدا من السيتو سيتو تمشي بالعربيه تلاقي بيروح سابقك ومعدي الاشاره، مش كده؟
مش كده؟ دلوقتي ما بقاش في الشهر، خليتك تطلع الكوبري وهو يمشي من تحت الكوبري. حليتها بطريقه تانية، حليت المرور في مصر وحليت الممارسات نسبيا في مصر. اذا لو انت بتتكلمي النهارده على انك انت تعالجي ممارسات انت مش راضي عنها في بلدنا، ما بقاش المدرسه فقط يعني كتاب يدرس فيه، احنا كاسر. ثم احنا في نقطه مهمه اقولها لك، في حد معين لازم نقبله من الاضرار. تجاوزه هو كتير. احنا النهارده خلينا معظم المناطق ديت والاماكن ديت بتبقى حاجتين، ان الصيانه والتشغيل باداره يعني قطاع خاص. عشان ايه؟ عشان هم هيبقوا هيبقى في مستهدفات وهيبقى في معايير يتم احترامها. ده اللي احنا ماشيين فيه، نعطي فرصه للقطاع الخاص انه يخش يشتغل مع الدوله في مشاريعها ويحافظ ما امكن على الموجود. لا، المصريين بيتغيروا. اي مصري بيخش مكان زي كده، انا مش بكلم مدافع عنه او بديله معنويات، لا لا، بيخش مكان زي كده هو كم واحد هيبقى مش عايز يحترمه. بس انت لو شفت واحد بس بيرمي ورقه وعشرة ما رموش، هتشوف اللي ايه؟ اللي رمى الورقه، وتفتكر ان هم كلهم بيرموا. لا، ده هو واحد يشيل الورقه احنا نحطها في. اذا في الحفاظ على اللي احنا بنعمله ده، انا عايز اقول لك على حاجه. يعني في المدينه الاولمبيه، طب المتحف المصري الكبير، المتحف المصري الكبير ده مش كده يا دكتور مصطفى؟ مش احنا اللي حامليه؟ لا وزاره الثقافه ولا وزاره السياحه ولا الاقصار ولا حاجه، اللي هيديله شركه او تحالف من شركه هو اللي هيديله، يحافظ على كفاءته وهيستلمه بكامل ادائه، وهو يديره على مدار السنه ويدينا حاجه عشان ندفع اللي هو اقساط الايه؟ الاقساط بتاعت القرض اللي معمول بيه. فالنهارده الاتجاه بتاع الدوله انها تتيح الفرصه للقطاع الخاص وللتحالفات اللي ممكن تتعمل سواء كان داخليه او خارجيه، انها تيجي تدير مشروعات عندنا تحافظ عليها وتحقق المعايير اللي انتوا بتتكلموا عليها وتغير، يعني هتغير نتيجه التواجد يعني بشكل غير اللي موجود قبل كده. اتفضل. حضرتك مهتم دايما بقضيه الوعي وقضيه بناء الانسان المصري، والحقيقه انا بعتز جدا بلفظ الانسان المصري اكثر من كلمه المواطن المصري. وعندي رجاء لحضرتك لو يكون هناك دراسة حالة للمجتمع المصري، لأنه منذ السنوات الأولى اللي احنا دلوقتي في الربع الأول من الألفية الجديدة والمجتمع بيتغير طبقا لظروف العالم كله واللي بيطرق عليه، زي ما عندنا حاجة مهمة جدا اسمها متى حدث للمصريين، موسوعة مهمة للكاتب جلال أمين، زي ما عندنا كتاب اسمه شخصية مصر لجمال حمدان، دراسة في عبقرية المكان. أتصور أنه الشخصية المصرية كمان في الجمهورية الجديدة محتاجة دراسة حالة علشان نقدر نحدد نبدأ معاها منين. وإحنا عندنا في مصر كتير من أقسام الاجتماع في الكليات المختلفة وكتير من المثقفين والمفكرين نستغل وجودهم وهم ربنا يديهم الصحة ما زالوا على قيد الحياة، أعتقد أنهم باستطاعتهم أنهم يكون عندهم موسوعة للشخصية المصرية بداية من سنة 2000. شكرا جزيلا. أنا اللي بشكرك على السؤال مهم قوي، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا مهتم بالإنسان المصري اهتمام كبير جدا، أنا بعتبره هو يعني هو العمود الرئيسي في استقرار الدولة واستمرارها. وهقول لك على حاجة، يعني اللي هو احنا النهارده 3/7 من 9 سنين ولا اكتر، مش كده؟ هو اللي نزل مين؟ انا؟ انتوا؟ الناس كلها. طب مين نزلهم؟ عشان بس انا يعني انا في نقاش معاكم على الوعي وعدم الفهم وان هم يعني لا هم عندهم حس قادر على فرز الواقع اللي احنا موجودين فيه. لازم تعرفي ان التطور بتاع الامم بياخد وقت طويل جدا عشان توصلي من مرحله يعني جمود لنمو لتقدم. عشان احنا دوله احنا فين؟ هل احنا زي مثلا يعني دول متقدمة أخرى في دخلها وفي اقتصادها وفي تعليمها؟ لكن عايز أقول لك حاجة، أنت هتشوفي إمتى الجامعات الأهلية اللي احنا هنفتتحها في سبتمبر القادم ده يا دكتور؟ مش كده؟ عدد ضخم جدا. طب بنفتتحه ليه؟
عشان يساهم في تعليم جيد يخرج أجيال لسوق عمل لسوق عمل حقيقي. هتشوف ده امتى؟ ده مش أقل من 10 سنين. الموضوع التعليمي اللي احنا بدأنا فيه هتشوف نتيجته امتى؟ على الأقل عندما يتخرج أول طالب دخل بقى نقول بياخد 14 سنة. ففي برامج بتاخد مدة زمنية طويلة. ما تخافوش ان انتوا تبصوا يعني تعملوا نتيجة صغيرة على الواقع، لا، خلوا النتيجة كبيرة على مدة زمنية شريحة زمنية طويلة. يا ترى وارصدوا، قولوا نتكلم على 10-15 سنة كانت الناس عاملة ازاي. اللي بيحصل ده عبارة عن تقدم إنساني ربنا منظمه ومرتبه لحكمة احنا ما نعرفهاش. هو عارف سبحانه وتعالى الكلام ده هيعمل ايه في الإنسان وفي عقله. طب ده معناه ان احنا مالناش دور؟ لا، احنا لينا دور، لينا دور. بس الفكرة كلها انا عايز اقول ده في تطور إنساني. التطور ده مش معمول بدون إرادة إلهية، لا. كل العلوم اللي حضرتك بتشوفيها، كل التقدم الإنساني اللي بتشوفيه ده جاي كله من ايه؟ من خزائن علم ربي بيتاحها للبشر بحكمة بفترات زمنية عشان ياخد الإنسان من حالة إلى حالة تانية. تاني بقول أنا عندي تحديات كتير قوي في كل مجال هتتكلموا فيه هتلاقي فيه تحدي. لو أحمد كلمني على التعليم هتلاقي فيه تحدي، لو كلمتني على الإعلام هتلاقي فيه تحدي. وبالمناسبة هو الأمر ده مش هينتهي، ده تطور مستمر. حققتي 8 عايزة توصلي ل9، حققتي 9 عايزة توصلي ل10، عملت 10 عايزة توصلي ل20. يعني التطور الإنساني ما بينتهيش. وإلا الدول المتقدمة كانت إيه؟ كانت تجمدت. لا، ما تجمدتش، هي في عندها دراسات وأبحاث مستمرة عشان تكبر. فإحنا في حراك مستمر. واللي يتصور حد يقول إن إحنا مسائلنا ومشاكلنا اتحلت يبقى مش مدرك للنقطة دي. عايز اقول ان اكبر تسويق لمشروعات الدوله المصريه هو ما يحدث في ارض الواقع. الناس شايفه بعينيها، يعني شايفه بعينيها في كل مكان مشروعات، وده التسويق العظيم. الاعلام بيلعب دور مهم جدا، بس التسويق تسويق مشروعات حقيقيه. زمان كنا بنقول كلام جرايد والناس ما كانتش مصدقه، دلوقتي الناس تجاوزت هذا المفهوم. الامر الثاني ان قوه الدوله بتنعكس على نظره الناس ليها في الدول الاخرى. الصوره كويسه والناس شايفاها، لكن زي ما قلت سيادتك، طيب مصر الى اين؟ ده اللي محتاجين نبذل فيه جهد. الخريطه تبقى واضحه قدام الناس في ال5-6 سنين الجايه في الزراعه وفي الصناعه. انا من الجيل اللي شاف الاصدارات اللي كانت بتطلعها هيئه الارشاد القومي من خلفت الخمسينات والستينات، انا شفت ده. كان في جهد منظم جدا جدا الدوله بتعمله، بتطلع كتيبات بكل ما انجازاتها او تخطيطها اللي كانت عاملاها. انا عايز اقول ايه؟ طب هل احنا عاملين ده؟ انا بقول لك سواء على مواقع مجلس الوزراء او مواقع الوزارات او الموقع الرئاسي، مش كده يا محسن؟ هتجد كل ما نتكلم فيه موجود. قطاع تعليم تلاقيه بدقه، تكلفته، خططه، المنشآت، الحاجات اللي تم إنجازها، حتى الأفلام لبعض الحاجات اللي احنا افتتحناها. الموقع الرئاسي، موقع مجلس الوزراء، الموقع بتاع الوزارات، لو دخلت على موقع وزارة النقل هتجد كل مشاريع وزارة النقل بأفلامها اللي اتفتح واللي شغالين فيه. ده توفيق. لكن عايز أقول بيانات الدولة متاحة. متاحة ليه؟ لأنها يعني ده التطور برضه، ان احنا بقى عندنا موقع بيقول احنا عملنا ايه. عملنا ايه بكل صغيره وكبيره. ده اللي انا بتكلم عليه، اللي خلص، اللي افتتح، مش اللي احنا فقط بنخطط فيه او خططناه وبننفذه دلوقتي. طب احنا رايحين على فين؟ لما بدات الكلمه في الاول قلت لكم يا جماعه شوفوا صوره متكامله واعرضوها. يقول لك طب بالنسبه لقطاع التعليم في كذا، وكان عندنا كذا، وفتحنا كذا، وحنفتتح كذا. أنا بتكلم في عشرات الجامعات سبتمبر ده، عشرات، مش جامعة ولا 2 ولا 3، ومعمولة كلها بمعايير محترمة عشان توفر إيه؟ عشان أقدر أقول إن 600-800 ألف اللي بيخشوا
في التعليم كل سنة أحسن لهم المستوى بتاعهم. ممكن حد من اللي قاعدين يقول لي يعني 700,000 دول مش ممكن كلهم يبقى مستوى التعليم بتاعهم متميز جدا؟ أقول لك لا، في دولة سوبرمان، في دولة تقدر تعمل ده ودولة تانية تعمل أكتر من كده ودولة ما تقدرش. وأنا في الترشح قلت لكم التحديات اللي في البلد ضخمة جدا جدا، لكن مع بعضنا نعملها بدليل احنا موجودين فيه ده. هو في حد يعمل ده؟ ما اللي عملوا مين؟ ده شركات مصرية بأموال مصرية، احنا لسه ما طرحناش حاجة لحد، يعني ما قلناش ايه ان دي شركة يعني مستثمرة جاية تعمل مشروع في مصر اسمه القطار السريع. فتقول بنفتتح حاجة، لا ده احنا عملناه وبنعرضه دلوقتي. بنقول ايه؟ ده اللي عايزين تخشوا في استثمار اهو المشروع ده جاهز زي ما انتم شايفينه، خطته اهي، شكله اهو، دخله اهو، وانتوا اذا كنتوا عايزين تخشوا تستثمروا فيه احنا مستعدين. نرجع تاني عشان نطمنكم احنا فين؟ لا والله، وعشان كده قلت كلمه، بس انتوا ما تحطوش كلامي جنب بعضه ابدا. انا من كام شهر كده قلت ايه؟ اخشى، مش قلت كده؟ قلت اخشى ان الناس ما تحسش بنعمة ربنا وتجحد فضله عليها في انه حافظ عليها وغير لها حياتها. مش بيا ده، ربنا. ولازم دايما في كل وقت وفي كل اوان انا بس اللي اقدر اعرف ربنا ساعدنا، ساعدنا قد ايه. طب انتوا ما تعرفوش ليه؟ مش عشان حاجة، انا مني اللي شايف القضية وعارف تحدياتها وعارف الامكانيات المتاحة قد ايه. فببص كده والاقي ان ربنا سبحانه وتعالى ايده معانا. اما ليه؟ وبكره تشوف. لا والله احنا في نعمه جليله. شكرا جزيلا.